لسه عندنا بطاطس. مش هاكل بطاطس، كلها انت. بتهيألي دي اكتر مرة اكلت فيها في حياتي. ايه ده؟ ايه ده؟ راح فين؟ انزلي يا بنتي. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة يوم جديد وتحدي جديد. اقترحت على سار ان احنا نعمل تحدي جديد كده في كي اف سي، اوفر جديد كده، عرض عبارة عن 80 قطعة بوب كورن، اللي هي قطع فراخ الصغيرة بتاعت كنتاكي. سهر يا دوبك ممكن تاكل واحدتين وتقول لي انا شبعت، تقدري ان انت تغلبيني وتاكليهم ولا انا كمان مش هقدر اكلهم؟ لو احنا الاثنين قدرنا نكمل فهنشوف مين خلص اسرع، لو احنا الاثنين ما قدرناش نكمل هنشوف مين فينا كل قطع اكبر او اكتر. يعني قطع اكتر، هي اساسا صغيرة مش اكبر. يعني اكتر سوري. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات تفتكروا مين فينا اللي هيكسب قبل ما تشوفوا التحدي. يا سلام. فاقرب فرع الكنتاكي جنبنا، هو تقريبا على بعد 10 دقايق مننا كده، فاحنا في الطريق دلوقتي رايحين، وما نوصل هناك هنرجع لكم تاني. وصلنا يا جماعة، الاستعدادات بتاعتنا، ويلا بينا. نسيت احط تيكت الباركينج. خلاص جبنا الحاجة ومنطلقين، هنقف في مكان بقى باركنج كده احنا بنحب نقف فيه دايما. بيبقى ليه بنحب نقف فيه؟ لان هو جنب كوستا، واحنا بنحب نشرب كوستا على طول. فنروح نركن وبعد كده هنبدأ معاكم التحدي، وربنا يستر. ربنا يستر. انا بقى مكلتش اي حاجة خالص وعندي هبوط اصلا، فيا رب يا رب يعني اكسب بقى مرة في حياتي اكسبه في تحدي. حاجات كتيرة قوي في الحياة اليومية بتاعتنا بنقعد نقول طب نتراهن طب مش عارفة ايه، وفي الاخر بطيخة ولا بكسب اي حاجة، فليه مرة اكسب مرة؟ فادينا وصلنا الباركنج اهو، وحالا هنبدأ التحدي. اول حاجة هطهرها. سهر بتمسح كل حاجة طبعا. بصراحة انا كنت متوقع العلب هيبقى شكلها اكبر من كده، طلعت صغيرة كده في الاخر، بس هي في الصورة عندهم شكلها كبير. أيوة. ولكن هي ما زالت من جوه مليانة. يعني فيها كمية محترمة، فيها مفروض 80 قطعة، ف 80 و 160 هنشوف هنخلصهم ولا لا. ثانية واحدة. بيبسي ده مبلع عشان نعرف نبلع. ثانية واحدة. الراجل عمل معايا اوفر، البنت عملت معايا اوفر عشان هي تعرفنا، فقالت لي ادفع 2 جنيه زيادة تاخد بيبسي واتنين بطاطس، فمعانا بطاطس برضو. بس عشان دخلها في التحدي البطاطس. عايز تاكل بطاطس كل بطاطس، انا متحديك على البوب كورن. لا هو التحدي على البوب كورن بس، ما يليه عشان ما تفورش. هنا بقى ويعملوا الشاليمو كرتون بس بتدوب. بتدوب بقى عشان يعني يحافظوا على البيئة وكده، لان البلاستيك لما بيترمي بيبقى صعب ان هم يعيدوا تصنيعه وبيأذي البيئة، فهم قرروا ان هم يعملوا ايه، يعملوه كرتون. يلا نبدأ التحدي. نبدأ. 1 2 3. طعمها حلو صح؟ انا هاكل بس. الموضوع صعب شكله من اولها. قلتلك لا، بس هو فعلا يعني هو مش كروم صغير هيك قطعة مثلا، بس هي بتلكم يعني تقيلة. بصوا في كمية دي يعني مش قليل. يعني مش ده تحدي تهريك. بجد مش تهريك. ده مش تهريك خالص والله العظيم. انا هبدأ اكل ايه تلاتات كده عشان احاول اخلص.
اوريها لكم من جوه. الميزة في قطعة البوب كورن دي ان هي مش زي الناجتس، هي فعلا فراخ، قطعة فراخ يعني فيها نساير فراخ مش عجينة. انا بقي بدأ يوجعني من المضغ. انا متضايقة جدا، نفسي اكله بمزاج، انا قاعدة باكل عشان اكسر طعمه حلو قوي. ايوة مش عشان عم اكل بهدوء كده. دلوقتي بقى لنا 3 دقايق، يا نهار اسود ده ولا هنخلصه في 10 دقايق. انا بصراحه بستغرب الناس اللي بتعمل، اليوتيوبرز اللي بيعملوا تشالنج بيبقى هو ده التخصص بتاعهم ان هم ياكلوا كتير جدا في وقت قياسي، ممكن واحد يخلص الحبه دول في 3 دقايق فعلا، مش في 3 والله، لو في دقيقه هيخلصهم. بياخد كبشه ويقوم اكلهم على طول. انا ما عدتهمش عشان اعرف هم فعلا 80 ولا لا. يعني بتلاقي دي كده دي اكله اليوم كله. يوم بس ده مش هاكل فراخ تاني الاسبوع الجاي كله. الميزه اللي فيها ان هي حرقه شويه فبتاكل. اعتقد انا كده وصلت للنص. لا 5 دقايق. لا لا الموضوع صعب جدا. ايه ده؟ ده تغريب ده. المفروض كنا نجيب واحده ونقسمها. انت بتاخدي واحده واحده وتقسميها نصين؟ لا ايه بقى، لا تشبع. ما هو انت المفروض بقى تاكليهم اتنينات كده او تلاتات عشان تنجزي. انا هرجع. لا احنا محتاجين نفتح الازاز شويه عشان خاطر نعم. في ضغط. الجو حر مع ان الجو بره درجة الحرارة 4. لسه عندنا بطاطس. مش هاكل بطاطس كلها انت. احنا اخرنا نتحدى بعض مين يشرب كوباية البيبسي اسرع. ده انا هخلصه يا جماعة اهو، انا عرب. احنا بصراحه مش هنعتمد على الوقت لان الوقت ده هيبقى صعبه جدا بالنسبه لنا. احنا دلوقتي وصلنا 7 دقايق ونص، لسه بدري، الموضوع صعب، احنا مش متعودين على كده. بس هو تشالنج وهيتعمل. انت هتخلصهم؟ ايوه طبعا. لا صعب، ده تشالنج الناس تقول علينا ايه. لا خايف عليك. ما تخافيش. خايف عليا برضو؟ ما مش عايزين اغلبك. بدأت أكرهه، مش هشتريه تاني أبدا. مؤاخذة يا جماعة الكاميرا وقعت. وريهم. بصي في ورقتك. بغشت انا. اه انا بدأت اهنج. انا كده عامله انجاز على فكره. انجاز؟ انت لسه ما اكلتيش اصلا ربع العلبه. ايه بتقول ده؟ مش كده. ايه ده؟ ايه ده؟ حطيت كام واحدة؟ هنزيها على بعض؟ حطيت كام واحدة؟ هي واحدة. مش هدخل معاك في تحديات تاني. قولي لي بقى هتتحدى مين بقى؟ 12 دقيقة في ربع ساعة بناكل في بوب كورن. هو بوب كورن بس كده؟ مش 80 قطعة مثلا؟ لا بجد الموضوع صعب يا جماعة بجد. أنا خلاص مش قادر، أنا باكل عشان أكمل التحدي. انت كده كده كسبت اصلا، ما تكملش.
اللي جابني هنا. انا قلت لكم انا اكتبوا في الكومنتات تكتبوا مين اللي هيكسب، وانا اعتقد ان انتوا كتبتوا ان انا اللي هكسب لانه واضح اهو. وريهم لسه بدري. ما خلص تعضلنا لي خلاص. انا كل ايه؟ انا 80 بوب كورن. انا انت اللي قلتي تحديني على 80 بوب كورن. ده بوب كورن صغنن. انت اكتر واحد عارف انه ملحم من جوه. انا ممكن متخيله كده. انت هتكمله بجد؟ ايوه طبعا. ولا ما يبقاش تحدي؟ ما تحدي ازاي ده بقى؟ انا خايف من اللي هيحصل لي بعد كده بس هاكله. بلاش. افتكر اني قلت لك بلاش. هاخد بريك. مش قادرة، مش هاجي على نفسي اكتر من كده. ما بتهيألي دي اكتر مرة اكلت فيها في حياتك. اكلت فيها كتير. بتاكل لقمتين او معلقتين وخلاص على كده شكرا. ولسه بناكل. وانا خلاص قربت اخلص. وانا خلاص مش قادرة اتكلم. يلا بقى انا خلاص قربت اخلص. وانت بتقول لي يلا ليه؟ انا صدقني انت قربتي خلصتي انت كمان اهو. لا اوريني اوريهم هما. انا شفته من هنا من الشبكة. انا خسرت يا جماعة. واخر 2 بوب كورن يا جماعة. خلاص خلصت. خلصت وخلصت صراحة. كده كده انا كنت يعني انا ما كنتش هقدر اكمل اصلا، فانا كده كده خسرت. هو اللي خلص الاول وخلصهم كلهم. عندي فضول اعرف انا بقيت كام واحدة. هتقعدي تعدي كل ده؟ ماشي. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40. مش انت ما جبتيش النص حتى. 42 44 46 47 47 قطعة. ازاي؟ ما خلصتيش حتى نصهم. مش عم اتحديك. انا اوت. انت اوت في التحديات. ايوه بشوف بقى مين هيعمل معاك تحديات تاني بقى. انا بعد كده اعمل تحديات مع نفسي. مع نفسك. روح كل مع نفسك وصور نفسك الناحيه التانيه وكله بعد بعض. يا ترى هل انتوا حذرتوا زي ما كنت انا متوقع ان فعلا انا اللي هكسب؟ يا عم خلاص. لا ما انا لازم افتخر بنفسي ان انا كسبت. خلاص خلاص يا جماعه التحدي خلص. ودي نهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك. لو اول مره بتشوفونا اعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.